يمكن من اخطر الحاجات اللي بنقول عليها دايما اهلا بيكم في سيشن مهمه جدا عن الرايتنج. الرايتنج اللي هو تاخد مننا 10 دقائق كمان في محاضره قصيره جدا جدا. And I want to tell you something. امتحان الرايتنج بيتكلم عن ايه؟ بالمناسبه يا جماعه، امتحان الرايتنج ترتيبه رقم كام في الامتحان؟ I always want to remind you. I always like to remind you. Don't forget that the IELTS exam is 3 hours and we have the study, listening, reading and writing. So as you can see, writing comes as the last skill in all the IELTS. And don't forget that you can always take the speaking exam before these, the trio, before these skills or after the skills. انت ممكن تاخد امتحان speaking after or before the skills. ولكن امتحان writing, unfortunately, لسوء الحظ, unfortunately, it comes at the very end with 1 hour only. How many tasks? We have 2 tasks and don't forget, the key is what? ايه احسن حاجة تخليك تكتب كويس؟ Who can tell me? عايز تتكلم؟ اسمع كتير. عايز تكتب؟ اقرأ كتير. القراءة. Reading, 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 reading is important. Reading, 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 reading. عشان كده احنا كل يوم في على الواتساب كل يوم بننزل لكم ايه؟ كل يوم sample essays, sample essays, sample essays. This is why انا اديت لكم 35 sample essays قلت لكم مهمين جدا. عشان ايه؟ كل ما تقرا اكتر. بتطلع ايه يا جماعه؟ Can you tell me please؟ كل ما بتقرا اكتر بتطلع ideas, vocabulary. تاني grammar. مين يقدر يقول لي مين هو المقابل التوأم بتاع الريدنج في السبيكينج؟ ايه الحاجه اللي قريبه جدا من الريدنج برضه؟ listening. كل ما تسمع اكتر تظبط النطق، تظبط الكلمات، تظبط الافكار. في الكتابه اللي بيظبط الكتابه اقرا كتير فيطيب ideas, vocabulary, grammar. Thank you so much. القراءه هي الحل. القراءه هي اول كلمه انزلت في القران، اقرا، عشان هي اساس الدين. تقرا دينك، تقرا في كل شيء عشان تعرف تتكلم، عشان تعرف اكتب. عشان كده وقت النهارده يا جماعه تخيلوا عملت فكره مجنونه جدا جدا. انا عملت ايه كمحمد؟ قريت 35 اسي كلهم، انا اللي قريتهم بقى. قلت انا لازم اتعب شويه. وقريت ال 35 اسي اخذوا مني ساعه ونص، الاسي بياخد 7 دقائق. ولخصت كل الايدياز بتاعت الايلز. هتستغربوا ان الايلز كله بيتكلم عن ايه؟ دايما يا جماعه لازم تعرفوا ان الفرق الكبير جدا ما بين العالم الاول والعالم الثالث هو الاهتمام بتطوير الانسان. الانسان هو محور اهتمام العالم الاول. الانسان human being اكتر من الكباري والطرق. الانسان مش دي مشكله. So نرجع تاني مع بعض. يعني ايه الانسان؟ الانسان يعني طفل، يعني مراهق، يعني اهتم بنفسيته كبير، كعجوز، البيئه اللي هو عايش فيها. لقيت نفسي في الاخر ان الايلتس كامتحان طالع من الجامعه المصنفه رقم 3 في العالم. الحمد لله اتشرف ان انا في جامعه القاهره ترتيبنا 400 في العالم، الحمد لله والشكر لله، هم رقم 3، فرق رهيب. المهم انت بتتكلم في الريدنج على الهيومن بيينج. هيومن بيينج الانسان الطفل والعنف اللي بيتعرض له وطرق التربيه وبيتعلم ازاي وصحته النفسيه. وعشان كده حضراتكم ان شاء الله باذن الله لما تسافروا بره ولو هتسافر مع اولادك، لو انت زعقت في ابنك ولا ضربته قلمين ان شاء الله هتتشد انت باذن الله ان شاء الله على السجن، عشان ابنك نفسيته اهم من اي حاجه. المهم violence, parenting, education, video games, learning a new language. كبر بقى مراهق، جرائم الشباب والصحبة السيئة, the bad company, الصحبة السيئة. Okay, generation gap, الفجوة ما بين التينيجر. ودايما عندنا مشكلة الفجوة ما بين الشاب المراهق وأولياء الأمور. يعني إيه تينيجر؟ السن بتاع تينيجر هو أي رقم فيه كلمة طين يبقى هو تينيجر. هو من أول كام؟ من أول 13 لغاية 19، فهم سموها teenagers. المهم يعني anyway, so once again the teenagers and the gap year، السنة الفجوة
الاكل بتاعهم والدايت والسن عندهم والسوشيال ميديا وحبهم للسليبرتيز، وتلاقي الواد طول الوقت مبهور بالسليبرتيز. مو صلاح ده لو انت يعني محظوظ، ممكن الواد البنت شايفه كيم كارديشان مثلا اعلى، تبقى انت كده قلقانه على بنت طول الوقت لا قدر الله. انترتينمنت شانل سيلبرتيز، البنت والولد كبروا بقى ادلتس، بقى بيشتغلوا، مشاكل الشغل، البطاله، وهم ماشيين زحمه المرور، وركينج فروم هوم، ولا اشتغل اروح اجر شقه يا ماما، ولا اشتري شقه مش عارف ايه، السمنه زادت، التخن، عايز اشتري كتير عشان عندي حاله اكتئاب واحباط. كل ما الاحباط والاكتئاب بيزيد، الميل للاكل بنسميه ايموشنال ايتنج في علم النفس، وكونسيومر الكونسيومر كلتشر. الراجل الكبير ده عجز والحمد لله جوز عياله بقى كبير في السن، فيبقى فيه هيلث ايشوز والمعاش البنشن. ونبدا بقى يجي لنا توبكس، هل كبار السن دول عاله على المجتمع؟ ار ذير ا لايبيليتي ولا عاله؟ لايبيليتي. ومش عارفين يعني ايه تكنولوجي، وجنريشن جاب غير عادي ما بينه وبين الشباب، ولا بيلعبوا رياضه وبياخدوا معاش بنشن. بعد كده هوت عشان انا مهتم بالانسان اهتم بالبيئه اللي عايش فيها، هل اعمل له ريسايكلينج؟ هل اشجعه على البايكنج ولا لا؟ البايكنج، عارفين يعني ايه بايكنج؟ بايكنج ركوب العجل. ايه رايك لو شجعته ان هو يقلل التلوث؟ بولوشن جلوبال وورمنج، الاحتباس الحراري، استخدامك للبلاستيك. ايه رايك ازود سعر الوقود والمحروقات والوقود والفيول عشان اقلل التلوث؟ ايه رايك عشان اطلع له ادويه؟ اعمل ايه عشان اطلع له ادويه؟ استخدم حيوانات التجارب ولا لا؟ تخيلوا يا جماعه اختبار الايلتس نتيجه ان هو اختبار طالع من العالم الاول، فهو اختبار مهتم باهم قيمه وهي هيومن بينجز. ثانك يو فيري ماتش. والغريب جدا هو بيتكلم في الاخر عن renewables اهو renewable energy. ايه رايكم يا جماعه في هذه الرسمه؟ هذه الرسمه انا طالب منكم ان انتوا كلكم لو سمحتم يا ريت خدوا سكرين شوت من الرسمه دي، خدوا سكرين شوت دي كل موضوعات الايلتس، كل موضوعات الايلتس. انت طفل، انت مراهق، انت كبير، انت عجوز، البيئه اللي انت عايش فيها، الهواء اللي انت بتشمه، التلوث، الميه بتشربها، بلاستيك، زود رياضه، يلا ادويه، تطوير في الادويه، اعمل حيوانات، اقتل حيوانات، لا بلاش حيوانات، بس شايف بيئه اوت. كله في الاخر بيتكلم عن راحه. عشان كده في كلمة فعليا، في مصطلح انا قعدت 3 شهور مش فاهمه في الخارج، الكلمه دي quality of life. لما واحد بريطاني عايز يسيب المملكة العربية السعودية ليه؟ مش مبسوط من كفاءة الحياة هنا. يعني ايه كفاءة الحياة؟ مش فاهم. quality of life ان انا كانسان متربي ان الحكومه مهتمه بتعليمي بتفكيري وكل حاجه. Thank you very much. ده لازم اكون انا فاهمه for one simple reason. ده اكون انا فاهمه. وازاي الاطفال كمان اشجعهم على charity work. Charity work. Yes. Charity work. Charity work. Wow, that's very good. لازم يكون عندك افكار كويسه عشان تكتب. مش بس ideas، عشان تدي ideas لازم تدي examples. بالمناسبة يا جماعة قبل أي حاجة، هو امتحانات الرايتنج بتاعت الايلز academic style، formal style ولا informal؟ What do you think guys؟ Can you tell me هي formal ولا informal؟ Can you please tell me؟ Of course it's formal. Can you tell me يعني إيه formal؟ يعني أنا دلوقتي واحد بذاكر ايلز for the first time and many times I lose marks. Can I say why؟ اوكي. ايه ده ابو سمره دخل؟ ازيك ابو سمره؟ So once again guys I want to tell you something quite interesting. Okay. Yeah, I know. Thank you very much. No, not you. Someone else. حد تاني، حد انت، مش انت. Anyway انا يا حسن. So once again guys يعني اسلوب formal. What does it mean the word formal؟ Formal معناها ايه؟ Number one. هل ينفع اعمل اختصارات؟ I say can't, doesn't, and all that. من الحاجات اللي تاخد بالك منها بعد ما تظبط الـ ideas وخلي بالك من examples. No contraction, no idioms.
Can I use idioms? Can I say over the moon? People feel nowadays burnt out. هل ممكن أقول burnt out? Can I say that? ينفع أقول إن أنا burnt out? No, you can't say that. Academic writing معناها بستخدم variety of sentences خاصة للcomplex. معناها إن أنا بستخدم حاجة مهمة جدا جدا. Something called low frequency vocabulary. دايما طلبة band 8 بيستخدموا حاجة اسمها low frequency vocabulary. عارف يعني إيه low frequency vocabulary؟ يعني بدل مثلا ما تقول a lot و many تبدأ تقول numerous مثلا. Numerous. For example, instead of saying for example, this is good or bad, أكتر كلمة بتنقصكم في الكتابة الكلمتين دول. الكلمتين دول كفيلين ينزلوك لبند 6 6 ونص. ودايما بيستخدمهم طلبة بند 3 وبند 4. Good و bad. Can we say all the time, oh my god, this is good, this is bad. For example, traffic jam is bad. No, traffic jam has its negative effects, has its merits and demerits. Okay, has its positives and negatives. خلي بالك ان احنا بنزود الكلمات بالقراءة كمان. يعني academic. Academic يعني انت عندك essay مكون من 4 paragraphs. Introduction, body 1, body 2, conclusion. Academic style معناها هل ينفع body 1 يكون 4 ل 6 جمل وbody 2 10 جمل؟ Can we do that? هل ينفع يا جماعة يكون في body قصير قوي وbody طويل قوي؟ أول ما تعمل الخطأ ده يبقى في حاجة اسمها inconsistency in length، ودي من أشهر الأخطاء اللي بتنقص كتير جدا ما حدش بيتكلم عليها. دايما البادي بتاعك يتراوح من كم جملة لكم جملة. Hello you guys, can you please tell me how many sentences? Thank you very much. 4 to 6 sentences. 4 to 6 sentences. Introduction 2 to 3. Conclusion 2 to 3. دايما بنقول جملة جميلة جدا جدا. الانترودكشن والكونكلوجن مرايتين لبعض. مراية. الانترودكشن والكونكلوجن مرايتين. وبادي 1 وبادي 2 في النص 4 ل 6 جمل. ما ينفعش بادي يزيد قوي وبادي يبقى قصير قوي. ما ينفعش. لازم اسمه consistency. By the way guys, هل ينفع ندي آراء شخصية personal examples في الأكاديميك رايتنج؟ personal examples على سبيل المثال حد جه يكلمني عن عنف الأطفال، فأنا أجيب سيرة أخويا فأقول مثلا for example my brother حمو is ده مثلا واحد من أهل اسكندرية الحلوين. My brother حمو has just hit me with the knife, has killed me yesterday. أخويا والله امبارح كان لسه قاتلني والنهارده الحمد لله بقيت أحسن بس فتح المطوى عليا. هل ينفع كان I mention الواد حمو؟ هل كان I mention حمو for example in no, thank you very much. So for example we don't have to mention examples, personal examples. We cannot say in personal examples in your essay. Usually try your best to give حاجة اسمها academic examples. Yes, academic examples يعني academic examples بالضبط كده زي ما أحمد البحيري بيقول. هل ممكن أكذب؟ هل ممكن ألبس دولة حاجة هي مش موجودة فيها؟ مثلا some Egyptians بدل ما تقول Egyptians تقول some Egyptians. أو حاول تكذب بس كذبة مقنعة. ما تقوليش مثلا إيه all Egyptians suffer from blood pressure. لا some Egyptians many Egyptians want to travel abroad. ممكن تجيب معلومات عامة yes في اسم دولة في اسم application website. حاول يكون academic examples ان انت تكون convincing. Don't forget الهدف من الexample ان انت تكون objective. انت بتكتب امتحان two essays في ساعة. task 1 task 2. task 1 150 كلمة. Task 2, 250 words. Don't forget. ما ينفعش حضرتك تدي examples طول الوقت كده أي كلام. No. ممكن تدي example من حد مشهور في بلدك بس بشرط. بدل ما كل شوية تقول محمد صلاح أو مجدي يعقوب لازم بس قبليه وانت بتقول في الexample تقول the Egyptian football player. The Egyptian cardiologist. طبيب القلب الشهير. دكتور مجدي يعقوب مثلا some Egyptian celebrities. فانت مثلا تقول
such as the actor محمد رمضان. فانت كتير جدا منكم وهو بيكتب الاكزامبل بيفتكر ان المصحح متابع للناس دي. بفكر حضراتكم محمد رمضان مشهور عندنا والعالم العربي بره، الناس اللي بيصححوا في انجلترا وكندا واستراليا ما يعرفوش الناس دي خالص. فانت بتعرفه. If you want to mention examples. هل ينفع اقول كلمه all؟ Hello you guys, can I say all and all that? Can I say all? لا، فانت دايما بلاش تعميم. فانت دايما تقول numerous, a number of، كل ده. ما ينفعش تقول احمد زويل، تقول the Egyptian scientist. Numerous, many, a percentage of. واكتر حاجه لازم تعرفوها في اي حاجه academic، okay؟ اي حاجه academic. Thank you very much يا احمد عبد الرحمن. Healthcare, one word. لو انت بتتكلم عن مشكلة او بتقترح حاجة او بتتوقع حاجة، بلاش كلمة will. مين يقدر يقول لي ليه؟ ما ينفعش تقول مثلا بسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ many countries will. ليه will؟ ليه will ممكن تبقى غريبة شوية؟ طبعا انا مش هدخلكم في موضوعات كبيرة شوية، بس انا بنسميها في علم الكتابة الهيدجينج. الهيدجينج معناها thank you. انت مالك متأكد قوي كده ليه؟ حاول دايما to tone down your certainty. ما ينفعش في الحياة الأكاديمية كن واثق من حاجة انت متوقعها. بيتهموك في الثقافة الغربية بالكبر، وانت عارفين طبعا ان الكبر اعتبروه في العصور الوسطى من السبع كبائر الكبرى في الثقافة الغربية. عندهم رعب، أي إنسان بيقول لك أنت مش عارف أنا مين، دي بالنسبة له أنت نزلت من نظر. المهم، فعندهم فكرة الهيدجينج مشكلة كبيرة جدا. Thank you. Therefore، بدل ما تقول will، وبدل ما تقول مثلا بص أولياء الأمور لازم، parents must ولا have to، هو يبدأ يقول لك هو أنت مين عشان تقول كده. ده بينقصك شوية، ممكن ينزلك من 7.5 لسبعة، من 7 لـ6.5 لو مصحح دمه تقيل قوي يعني. Should ought to. عايز تتوقع حاجة قول this may might and this could lead to this can effect. كلمة will، will فيها ثقة عالية جدا. Anyway، بفكر حضراتكم لو انت بتكتب مقال 250 كلمة، احنا بنعد لك كلمة كلمة. صفة verb everything. Yes everything. Don't forget، لو جالك topic زي دوت، الtopic ده هو الtopic اللي جه في نوفمبر 2 نوفمبر نوفمبر the 2nd 2022. الtopic ده جه امبارح مباشرة، و كتير جدا من الطلبه بعتوا لي على الواتساب. ده رقم الواتساب بتاعي، لو جالكوا اي توبك في امتحانك عايز تشاورها معايا ابعت لي على الواتساب. التوبك ده لسه جاي امبارح. It is fresh. Newspapers have a significant influence on people's ideas and opinions. Why is this happening? Is it a positive or a negative situation? What do you think guys? What do you think? Newspapers have a significant influence on people's ideas and opinions. Why is this happening and is it a positive or negative? زي ما علمتكم في الكورس، اي رايتنج بيعدي بكم مرحله. كان تيل مي، زي ما قلت لحضراتكم امبارح على طول، ان اي رايتنج بيعدي ب 3 ليفلز. ايه هو الليفل الاولاني؟ انستورمينج، رايتنج، انستورمينج وظيفته ايه؟ ستراكشر اند ايدياز. البرين ستورمينج وظيفته ايه؟ structure and ideas then writing and then proofreading. Can you tell me ده انهي نوع من انواع task 2؟ احنا عندنا اربع انواع من task 2. writing زي احنا خدناها من امبارح في courses معانا. And this type is called double question. Double question يعني هجاوب على اول سؤال في body 1 وثاني سؤال في body 2. No problem. And then after that I have to think about ideas. واقول introduction, body 1, body 2, conclusion. بفكر حضراتكم ان اهم introduction، الintroduction بتبدا بكلمه ايه؟ برو. يعني ايه برو يا جماعه؟ زي ما علمتكم امبارح، برو يعني ايه برو؟ هي برو
So, bro, يعني إيه bro؟ يعني جملة background، جملة background rephrase opinion. Okay. Who can tell me something very very nice, important جدا جدا جدا؟ إيه الأفكار اللي عندك؟ ليه السوشيال ميديا؟ What do you think, guys؟ ليه newspapers ليها تأثير كبير جدا على الآراء؟ Why? You can take مدى كلمة newspapers. You can say, for example, mass media. الإعلام بشكل عام, mass media. Okay. And journals, الصحف, journals have an important impact on people's ideas, mentality, knowledge. ليه? For one simple reason. ليه? ليه الناس بتتأثر? Press, برافو عليك, press, الصحافة بشكل عام. Why? Why do you think this is happening? Because mass media وكل دوت بيديهم ايه؟ ليه؟ ليه بيأثر على الناس؟ عشان هو دوت اللي بيديهم كل الابديتس الخاصة بالايه؟ بالإيكونومي and politics. طبعا مهم جدا تعرف كده ليه حياة الناس بتتغير وليه الناس بتتغير وأفكارها بتتغير والنهاردة أنا مبسوط لأن النهاردة أنا متنكد فتحت الأخبار اتضايقت ليه؟ For one simple reason إن الأخبار دي هي اللي بتديني الأبديتس الاقتصاد والسياسة. For example ممكن حد يديني example من أي أخبار جات قريب وكان بالنسبة لك مهمة جدا جدا وأثرت على تفكيرك وحياتك وشغلك ودنيتك. إيه الأخبار اللي جات لك؟ Thank you very much. أكتر أخبار جات لك وكلكم اتضايقتوا منها وكلنا قعدنا متضايقين هو the Russian Ukraine war, ولكن the devaluation of the pound. Thank you very much. How the USD hikes against the EGP. طبعا بيغيرنا جدا, بيغير مفهومي. People feel, people can change their business, they can change their life, lifestyle, depending on the updates. هل دي حاجة كويسة ولا وحشة يا جماعة؟ What do you think, guys? هل دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ إن newspaper تكون بتأثر وبتدينا أفكار وبتعمل opinions وبتأثر فينا. هل دي positive ولا negative? What do you think, guys, about this? بالنسبة لي, what do you think? Newspapers بتغير. What do you think? دايما افتكر الأفكار اللي عندك وإكزامبلز عليها تلعب بيها. مش مهم قناعاتك إيه. مش مهم أنت أفكارك إيه. ما يهمنيش أفكارك. يهمني الفكرة اللي مقنعة وعندك إكزامبلز وفوكابلري ليه. أنت بقى قناعاتك سيبها لنفسك برا الامتحان. For example, أنت شايف إن الإعلام منافق ووحش وكل ده غلط وإعلام موجه وإعلام يخدم الدولة فأنا حابب أتكلم وإنه إعلام يخدم الدولة. It's a kind of papers which all the newspapers only serve the state and it's a run, a state run media. إنه إعلام تديره الدولة. اديني بقى example واديني بقى دنيا واديني يا نهار أبيض أنا دخلت نفسي في السياسة وأنا مش فاهمها وما عنديش vocabulary ما عنديش examples. حلو قوي أرجع لورا كده وأقول إيه طبعا مهم جدا 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 إن أنا يبقى عندي updates. ليه؟ Is it positive or negative? It's positive. ليه؟ Because you can make decisions depending on these updates. مين يقدر يقول لي إيه الديسيجنز اللي أنت خدتها بعد موضوع الدولار وبعد ايه افكارك وارائك ودنيتك وطموحاتك اتغيرت ازاي؟ Some people have done a career shift. Some people have started to search for what? Search for an online job. Some people have started إن أنا بدأت أغير رأيي وأفكر إن أنا أتعلم لغة تانية, أتعلم Mandarin, Chinese يعني صيني, بفكر أتعلم I'm thinking seriously about immigration. شايف؟ يبقى therefore قبل ما أنت تكتب لازم تعمل تنظيمة. وانا بسمي دايما البرين ستورمينج هو ايه, وانتوا بتشرحوا لطلابكم الكلام ده والكلام ده زمايلي الانجليزي اللي مدرسين انجليش بيحضروا معايا. البرين ستورمينج بالظبط عامل زي ايه وانت نازل من البيت شغلت ايه؟ Who can tell me before leaving home, قبل ما تسيب البيت شغلت ايه؟ Before leaving home انت رايح مشوار وشغال
الجي بي اس، الجوجل مابس. ثانك يو فيري ماتش. يعني ايه جوجل مابس؟ ان انا قبل ما اخرج اشغل جوجل مابس عشان اعرف انا رايح قد ايه فين ومده قد ايه، وبعد كده اعمل رايتنج واخد بالي من الفوكابلري والجرامر والايديز. بالاخر راجع على باستا. يعني ايه باستا؟ punctuation, spelling, tenses, articles. وانا براجع ركز اهم حاجه عن اشهر الاخطاء اللي بتوقع، اللي هي subject verb agreement, uncountable nouns and articles a and b. Thank you very much indeed guys. I'll see you soon inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.